ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عاشت سيدة حامل صباح أمس الاثنين ساعات من الجحيم بسبب غياب المولدة وإقفال أبواب دار الولادة خلال ساعات العمل بمركز تمروت بإقليم مدينة شفشاون، وهو ما أدى إلى وفاة جنينها. وبحسب مصادر مقربة من العائلة، فقد عرفت دار الولادة بمركز تمروت بإقليم شفشاون مأساة بكل المقاييس، حيث قدمت سيدة حامل من أحد القرى النائية بعد أن وصل وقت مخاضها من أجل الولادة، لتتفاجأ بعدم وجود مولدة أو أي طبيب، خاصة في عز وقت العمل أمس الاثنين لتبدأ عملية الولادة داخل السيارة التي قدمت بها. وأضاف ذات المصدر أن السيدة الحامل تمكنت من إخراج الجنين من بطنها، إلا أن الجنين توفي بعد ولادته نظرا لعدم وجود أبسط التجهيزات الطبية لإنعاشه، لتشهد المنطقة غضبا من طرف القاطنين بسبب المأساة. وفي ذات السياق، حاولت عائلة السيدة أن تضع شكاية بسبب تقصير المسؤولين الصحيين بدار التوليد لدى الملحقة الإدارية التابعة للمركز تمروت، إلا أنهم تعرضوا للطرد حسب روايتهم. وفي ذات السياق، طالبت عائلة الضحية بفتح تحقيق عاجل من طرف الدرك الملكي والسلطات الوصية من أجل تحديد المسؤوليات. سيدة خلقت أخي، اش يا خاي سعيد، عطيني واحد التوضيح هنايا. شو انتينا جيتي لهنايا؟ يا واش العائله خلقت بالروح ولا العائله خلقت ها؟ من الناس كيقولوها، ماشي انا ما قلتش معاهم. العائله خلقت بالروح، ها باباها، ها الوالد ديالها خوتي، خلقت بالروح وما جبرناش باش نقطعوا لهنا. دقنا عليهم في السبيطار، ما كاينش اللي حل الباب، باقي لحد الساعه ما حل حتى شي واحد. الساعه راه باقي كلشي مشدود هنايا من 8 الصباح وباقي ما حل حتى شي واحد. العائله خلقت بالروح، العائله بالروح، كنقولوا مين قطعوا وما كاينش اللي يخرج رقبه، ما كاينش لا طبيبه لا طبيب لا طلع على الاطر. الاداره كلشي مشدودين، ها السبيطار كلشي مشدود، كلشي مبلع.